تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله على ما تضمنته كلمة جلالته السامية الموجهة لأبناء المملكة من الطلبة والطالبات وإلى المواطنين كافة في ظل الظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 من إشادة وتقدير لما تبذله الحكومة من جهود وما تتخذه من إجراءات لخدمة وطننا العزيز في هذه الظروف. وأكد سمو رئيس الوزراء في برقيته أن كلمات جلالة الملك المفدى الطيبة وتقديره كانت لها أبلغ الأثر في نفس سموه وأعضاء الحكومة، حيث تشكل دعما قويا وحافزا لمواصلة الحكومة نهجها في تنفيذ توجيهات جلالته بمنح المواطن والمقيم أقصى درجات الرعاية والاهتمام في ظل ما تشهده بلادنا والعالم في الوقت الراهن من مواجهة لتفشي هذا الوباء، والذي نثق في أننا سنتمكن بفضل الله من تجاوزه والخروج من هذه الأزمة لنواصل عملنا في التنمية والإنتاج من أجل صالح الوطن والمواطن. كما أكد سموه حفظه الله أن الحكومة ستواصل جهودها الحثيثة واتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية المواطنين والمقيمين وتوفير الرعاية الصحية بأعلى مستوياتها، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لضمان مسيرة العمل وتجاوز آثار تلك الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في ظل قيادة جلالة الملك المفدى وتوجيهاته الحكيمة.